شهدت محافظة مطروح وضع حجر أساس المرحلة الأولى لإنشاء عدد من الوحدات السكنية بمدينة السلوم. يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن آمن للمواطنين، حيث تمت إزالة 9 عمارات سكنية كانت آيلة للسقوط، وسيتم توفير سكن جديد لسكانها في السلوم. من خلال احتفالنا بثورة 30 يونيو ومن خلال توجيهات فخامة السيد عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة في مناطق الغير آمنة أو الآيلة للسقوط، النهارده في مدينة السلوم حطينا حجر الأساس لبناء 40 وحدة سكنية لأبنائنا في السلوم بدلا من الوحدات اللي كانت آيلة للسقوط وكانت بتمثل خطورة عليهم. افتتحنا وحدة صحية في مدينة براني، وهي وحدة أبو ميلاد الصحية، قاية أبو ميلاد في مدينة براني. يعني هذه الوحدة طبعا تخدم القرية بالكامل، ممكن بتخدم ما يزيد عن 6000 نسمة في القرية في تخصصات مختلفة، أطفال، نساء، تطعيمات، صيدلية موجودة، وإن شاء الله برضو من خلال هذه الوحدة يمكن هننفذ فيها 10 مبادرات صحية من مبادرات فخامة السيد عبد الفتاح السيسي. من خلال برضو النهارده في جولتنا بنتفقد نعمل ان شاء الله موقف سيارات داخل مدينه السلوم على نظام حضاري يخدم اهل البلد ويوفر فرص عمل ليهم.